رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني أشرف على تدشين رسمي لهذا الصرح الطبي المتخصص مستشفى الأم والطفل للجيش. كما تابع عرضا مفصلا حول مكونات هذا المستشفى قدمه اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. السيد الرئيس تابع أيضا عرضا آخر تطرق إلى النظام المعلوماتي الاستشفائي، ليتابع بعدها السيد الرئيس فيلما حول هذه المؤسسة الاستشفائية والمصالح التي تتضمنها على غرار مصلحة طب الأم والطفل ومصلحة أمراض الدم والسرطان للأطفال ومصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي وكذا مصلحة جراحة الأطفال، بالإضافة إلى نادي الخدمات الطبية الاجتماعية. مصلحة إنعاش الموالد الجدد تنقسم إلى وحدات تتوفر على تجهيزات من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. السيد الرئيس عاين بعد ذلك ميدانيا مختلف مرافق وهياكل هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، والتي تمثل نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع. في الختام، ثمن السيد رئيس الجمهورية هذا الصرح الطبي المتخصص الذي يعد بمثابة إضافة نوعية جاءت لتعزز المنظومة الصحية الوطنية.